الرحمن الرحيم مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، جمهورنا الحبيب والموفق ان شاء الله في هذا الانطلاق وغير هذا الانطلاق منذ الصباح الباكر، منذ صوتنا الاول لاصحاب السمو شيوخ حتى ابناء القبائل. الاستمتاع دائما في انطلاقات هذا الميدان، استمتع دائما في تطورات هذا الميدان. شكرا لرئيس اللجنة العليا سعيد بن محمد بن حزيمة، شكر دائما موصول إلى الكوكبة الجميلة بالحقيقة التي دائما تعمل بجد واجتهاد لنجاحات هذا الميدان. نسير مع الصدارة، نسير مع المركز الأول، نتجه هناك إلى سلهود أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، هو من يقدم سلهود، هو من يدفع بسلهود على المركز الأول. نقله هناك على المركز الثاني مبهر لعلي بن صالح بن علي الحميري، بينما سراب اللي ما شاء الله يتسرب من موقع إلى موقع مع أحد شبابنا محمد بن علي بن علوان اللي اجتبي. نقلتنا إلى المركز الثالث ولا الرابع؟ الرابع. الحذر يا الحذر، شعار الياش، شعار التوقيت الأفضل، شعار التوقيت المميز. سعيد بن محمد بن عبيد الأغفلي في هذا الشوط يقدم لنا الحذر، بينما اللي في المركز الخامس مياس أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي في خامس المراكز. النقلة على المركز السادس اللي في المركز السادس، شعار الشاعر مع هملول سعيد بن سالم بن محمد أبو نواس. يلا يا أبو محمد ليش تبي؟ انتقل وياكم إلى المركز السابع. المركز السابع هناك اللي هو الذيب سالم بن علي بن سلطان السبوسي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن مستحيل لسالم بن كرامة بن مسعد العامري، وبينما اللي في المركز التاسع هنا يتواجد شاهين لمطر بن سعيد بن حلوة الاشتبي، وفي المركز العاشر. المركز العاشر ما شاء الله هنا شعار بن معتوق، شعار بن معتوق على ظهر مخلص السيد معتوق بن شامس بن معتوق العامري، يبغي يخلص، يبغي يخلص على الأجواء ما شاء الله. هكذا هي النتيجة للمراكز، دعناها عليكم هو تمام. وكمبيوتر الخليج هناك في المقدمة، في السيطرة، في الصدارة على المركز الأول، ولكن الملاحقة من أحد شباب، من أحد شباب مضمرين 2010، بعدنا ما بنجددها عضوية الغالي، ما بنجددها بعدنا يا ابن علوان. بينما اللي في المركز الثاني سلام للسيد محمد بن علي بن علوان، أيضا من يتواجد، أيضا من يسيطر على ثاني المراكز. المركز الثاني انتقل وياكم من المركز الثالث. وصل الحذر يحذر وينذر من هذه اللحظات للسيد سعيد بن محمد بن حبيد الاغفلي، باحث عن نقطة ثانية. النقلة هناك على مخلص ولا مخلص معتوق بن شامس بن معتوق العامري الثالث على رابع المراكز، وفي المركز الخامس وصل مستحيل لسالم بن كرم بن مسعد العامري، بينما اللي في المركز السات المركز سات مبهر لعلي بن صالح بن علي الحميري، وفي المركز السابع جاهين مطار بن سعيد بن حلوة هالشتبي. ثامن المراكز هناك وصل شيبوب، يا شيبوب انت ما بشيبوب، انت شباب مع الشاب مسري بن زيد بن ناية ابو نواس. وفي المركز التاسع، الذيب سالم بن علي بن سلطان السبوسي. عاشر المراكز وصل شعار بن حلوكة، هنا شاهين علي بن سالم بن سعيد بن سالم بن حلوكة. ها هي النتيجة، والله الشوط ولع حماس مع ابناء الخوانيج، الشوط يعني في فبركة مع ابناء الخوانيج. هذا المطلوب من هذه الشعارات، هذا المطلوب من هذه الاسامي الرنانة واللامعة في هذا الشوط. غير سراب والكمبيوتر تسرب الى المركز الاول، تسرب من المركز الاول، يبغي يجدد عضوية هذا الموسم. بنسوي لك عضوية جديدة بسميك مضمر 2020 يا بن علوان. اذا اخذ سراب اليوم المركز الاول، سلهود على ثاني المراكز، احمد بن عبد الله بن محمد بالهلي المركز الثالث، وصل الحميري على ثالث المراكز مع مبهر لعلي بن صالح بن علي الحميري على ثالث المراكز. الحذر مع هناك سعيد بن محمد بن عبيد
الاقصري على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع شعار من معتوق، مخلص للسيد معتوق بن شامس من معتوق العامري. خليه ريه مع المركز الاوائل، خلني مع الاوائل، خلني مع الاوائل. سراب يا سراب، سراب في المركز الاول، سراب في المركز الاول. وصل الحميري مع مبهر، وصل الحميري مع مبهر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. سل سوف يبقى، سوف يبقى هناك مع التسلل. تبارك الرحمن، سلام سلام عليكم يا اهل مدينة العين. بقول للمرة الثانية على التوالي، ثاني على التوالي، النقطة المحمولة الثانية من أرضية هذا الميدان راحلة هنا عبر الأقمار الصناعية إلى حل مدينة العين. وقد مورنك يا الحميري على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. شكرا صالح علي بن صالح بن علي الحميري بمناسبة فوز مبهر بالحقيقة وانفراده وانقطاعه عن بقية المراكز، حامل علم الناموس. ها هي لحظة وصوله واقترابه إلى خط النهاية، هو خط النهاية يقف مرحبا بالحقيقة بهذا الزعاء. هاي هي الحواص المبهر الى خط النهاية مع الفوز والناموس. تهانينا والناموس السيد علي بن صالح بن علي الحمير من نسبة فوزه بالمركز الاول والمركز الثاني. شعار علي بن سالم بن حلوك المركز الثالث، والرابع شعار السبوسي المركز الخامس. شعار الثالث شعار السبوسي، والمركز الخامس معتوق بن شامس معتوق العامري. ما شاء الله اشواط كثيرة وجميلة والتنافس على هذا الانطلاق. تحانينا والناموس الدقائق 16 ثانية واثنين وستين جزء الثاني، هو التوقيت المميز. سلام يا مبهر، سلام يا المبهر بالحقيقة في هذا الشوط. تحانينا والناموس.